وهناك من كان محبوسا في نفسه، وهناك من كان محبوسا في عقله، وهناك من حبس لسانه. المعاناة متعددة الجوانب، أولادنا وأخلاقهم وجديتهم وتعليمهم وحرصهم أن يكونوا أدوات نافعة، وعمرهم الذي يفنى بعد التخرج من الجامعة في لا شيء، الهم الثقيل الذي نتحمله الآن. 7 مليون شاب وشابة ليس لهم وظيفة، و5 مليون أم معيلة، أم تعول أسرتها في مصر، و8 مليون معاق، و17 مليون يعملون في القطاع الخاص الذي يعتمد في الأساس كنظرية اقتصادية دخلت البلد في هذا النفق على الاستهلاك وليس الصناعات المتوسطة والاستراتيجية. مصر لديها موارد كثيرة، لدينا النيل ومياه النيل، فيضان السنة دي زائد، ده من غير حول لنا ولا قوة. الشواطئ بتاعت مصر، سلسلة البحر المتوسط حوالين سيناء 600 كيلومتر، مساحات ضخمة من المياه، بحيرة ناصر 500 كيلومتر مربع، خامات الحديد والفحم والفوسفات والكبريت والذهب، طاقة نفسية عالية، جسد به هيكل عظمي كبير لكن أنهك بالفساد، نزيف جعل هذا الجسد الذي فسد من أداره يتأخر، يكون جاذيا كبوة شديدة لنا جميعا، فيكم وفي المصريين في كل مكان، في كل مصر وغيرها، العلماء الذين يعرفون كيف ينهضون بمؤسسة، والذين لديهم رؤية، والذين ينتجون في أي نظام، في أي سيستم يتحطوا فيه، طالما في سيستم تلاقيه بيشتغل وياخد شهادات تقدير ويتفوق ويبقى عالم ويبقى باحث ويبقى أستاذ في مجالات متعددة، أظن أن معظمكم كذلك. لدينا إمكانيات كثيرة بشرية، البشر هم عمود التنمية الأساسي الذي يعتمد عليه، لم يدربوا يحتاجون إلى التدريب، لم يداروا بطريقة صحيحة أهدرت جهودهم، لم يمكنوا أن يعملوا عملا جادا، لم يؤخذوا مأخذ الجد في أن يوجدوا صناعات متعددة، الرشاوات والإتاوات والابتزاز لمن يريد أن ينشئ مصنع أو شركة لكي يستطيع أن يفعل، ويضطر أن يضع ذلك على الأسعار المنتجات التي ينتجها. تأخر شديد جدا عندما نرى الشباب في كل دول العالم، نرى رؤساء وزراء في دول العالم ووزراء في الثلاثينات والأربعينيات من عمرهم، نرى أن العالم يتحرك حولنا، وكنا نجلس جميعا ونقول متى يا رب، كيف يا رب. أراد الله سبحانه وتعالى لنا جميعا خيرا، ثورة سلمية ملك الجميع، ملهاش حد يقول ده بتاعتي، ما فيش حد له فضل عليها، خرجت هكذا، هكذا الإخراج، من الذي أخرج؟ تيقنوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي. عشان كده أنا متفائل جدا بأن الذي أجراها سبحانه وتعالى سيرسيها إن شاء الله، لكن نحن نحتاج بجد إلى جهد، نحتاج بجد إلى عرق، نحتاج بجد إلى جدية، نحتاج بجد إلى خطط، نحتاج بجد إلى كل العقول. نحن نحتاج إلى مصر، ومصر تحتاج إلينا جميعا، جنوبها وشرقها، الإمكانيات والموارد اللي موجودة في مصر، المقام لا يتسع لكي أسرد لكم كم من الموارد نملك وكم من الطاقات نستطيع أن نقدم. المسألة إذن في النظام الذي أفسد بفساده، النظام الذي منع الحضارة والقيم الحقيقية عن المصريين ومن المصريين. نحن لا يمكن أن نضيع وقت على الإطلاق في مثل هذا الكلام.
المرأة والراجل، مين قال المرأة مش واخدة حقها؟ طبعا انتوا عايشين في أمريكا، أنا أقول لكم اللي في أمريكا. كم من النساء في أمريكا، مش أنتوا، تسجل أقسام الشرطة محاضر للمعاشرة بالضرب؟ ده موجود عندنا؟ كم من النساء في أمريكا يعولها زوجها؟ كان من النساء في أمريكا ابنها يحمل اسم أبي؟ كم موجود؟ بس كم في بلادنا نحن في مصر أنتم أهلها؟ كل هذا متوفر. المرأة تعمل في كل المجالات، الأم والزوجة والبنت، خريجة الجامعة. أنا كنت رئيس قسم في 4 أساتذة، منهم 2 تلامذتي في القسم اللي فيه 17 في مصر. من يتفوق يجد مجال. الطبيبات، المعلمات، المحاميات، المهندسات، العاملات في السوق، الذين يعملون في كل مجال. المرأة في الشارع، في الغيط، في المصنع، في المدرسة، في الجامعة، في الدكان، بتبيع، بتشتري، موجودة. مين قال المرأة في مصر مش واخدة حقها؟ هو حد يحمل هم المرأة المصرية أكتر من المصريين؟ مين اللي أكل؟ المسيحيين، المسيحيين المصريين، وأعود للنقطة الأولى مرة أخرى، المسيحيين المصريين، في حد هيحمل هم المصريين عن بعضهم البعض أكتر منهم؟ أنتوا مش عارفين المثل بتاع أنا وأنا وأخويا على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب ولا الكلام ده؟ معقول الكلام ده؟ لا نريد، لا نريد، لا نريد أن نضيع وقتا يراد لنا أن نضيعه. الفرص تأتي، الفرص تأتي للشعوب، ما بتجيش كتير. صح. الفرص، الفرص بتيجي للأفراد في حياتهم كتير. ممكن أنت سنة 2 تجيلك فرصة تضيعها، تجيلك تاني تاخد درس بسرعة، لكن للشعوب لا. الفرص للشعوب بتيجي على فترات متباعدة. الفرصة اللي عندنا دلوقتي إذا ضيعناها يبقى احنا ما نلومش الا نفسنا. امامنا مستقبل، امامنا مستقبل عظيم. عيد تشكيل التأسيسية. مصر، مصر، مصر. انا لا املك، اسمعوا انتوا بتترددوا كلام ما انتوش عارفين. صح يا رب. اسمعوني. صح يا رب. الله اكبر. الله اكبر. وإذا فعلت أخالف القانون، أنا لا أملك أن أتدخل في شغل الجمعية التأسيسية. ليس من حقي أن أتدخل في شغل الجمعية التأسيسية. ومع ذلك، ومع ذلك أنا أرقب كمثلكم، مثلكم ما يجري في الجمعية التأسيسية، ولكن أعرف تفاصيل لا تعرفونها. ما يتم الآن في الجمعية التأسيسية ووجود مسيحيين في الجمعية التأسيسية، ووجود نساء في الجمعية التأسيسية، ووجود ممثلين للقوى السياسية المصرية في الجمعية التأسيسية، يمكن الاختلاف مش على وجودهم، الاختلاف على نسبة تمثيلهم. هناك عمل عظيم يتم في الجمعية التأسيسية. الكل متفق، الجميع دون استثناء، بدون استثناء، المسلمين والمسيحيين والرجال والنساء والشيوخ والعلماء، كله متفق على ان المادة الثانية من الدستور اللي احنا اتفقنا عليها من اكتر من 10 شهور تبقى موجودة في الدستور الجديد. كله متفق عليها. لا يوجد ما يستحق او يستدعي. الدستور المصري السابق، الدستور المصري السابق كان مليان حاجات كويسة. هل كان يطبق الدستور؟ لا. المهم في النص الدستوري ده مهم، لكن الاهم منه هو ايه؟ تطبيقه. تطبيقه. نحن ايها الاحباب جميعا، وانا مش عايز اقعد اكرر مسلمين ومسيحيين، لان الكلام مش بهذه الحساسيه لهذه الدرجه. احنا عايزين نمضي دون ان ننظر خلفنا.